يجي الصالح يلقى الصلاة، يلقى القرآن، يلقى التوبة، يلقى الملتقى هذا، يلقى بر بوالديه، يلقى قدام وجهه. لما نشوفه قدام وجهه يبيض وجهه، يبيض وجهه. ويجي الثاني يلقى حفلات الكريستال، ويلقى الشراب، ويلقى أرقام البنات، ويلقى المقاطع، ويلقى الروابط، سود وجه هذا. فأنت وانا اسال نفسك هذا السؤال، اسالك بالله يوم ان تقف بين يدي الله، اعمالك اللي قدمتها في هذه الحياه الدنيا هل ستبيض وجهك ام اذا رايتها سيسود وجهك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى يا شيخ نايف؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.